تمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية لثورة ديسمبر المجيدة، وأنا في تقديري هو وقت لجرد الحساب. نحن أنجزنا وساهمنا للعالم بثورة من أعظم الثورات في العصر الحديث، ولذلك بكل فخر وإعزاز نحن ظللنا نغارنا بالثورة الفرنسية التي أعطت العالم الليبرالية والتحرر والانعتاق. ثورتنا تقف في مصاف تلك الثورات العظيمة، فجاز لنا أن نفتخر. وأنا في تقديري مرات بتخيل أنه المفروض يكون عندنا زي بنسميه شنو حق الامتلاك لهذه الثورة، لأنها بدأت تأثر في محلات كثيرة مش في محوطنا العربي والأفريقي، من لبنان للجزائر لمحلات كثيرة، لكن مشت للاتين أمريكا ولآسيا وكذا. أمس كان في منظر جميل للكنداكات في المغرب، شفتوا طبعا، مؤكد انتوا ذاتكم تكونوا مابي طلعتوا هذا الفيديو اللي فيه نفس الصورة بتاعت ولا هنا. فيحق لنا أن نفتخر بذلك، هي كانت ثورة للوعي، ثورة فيها من التفرد والتمايز اللي بيميزها عن كل ثورات العالم بأنها كانت سلمية، ثورة قادوها الشباب والنساء. وأنا ما حاظل يعني حاظل أردد هذه المسألة، إنه نساء بلادي الكنداكات كانوا في مقدمة الصفوف لهذه الثورة. ونحن لما نقول التمثيل العادل والمستحق للنساء، ده ما تفضل عليهم، إنما اعتراف بدور أصيل فاعل هم قاموا به في إحداث هذه الثورة. أعتقد ثورتنا برضو كل ما نشعر بأنها خمدت تفاجئنا بأنها أكثر ثراء وأكثر قدرة على الاستمرارية والاستقرار. أنا سعيد إنه أكون معاكم في هذا الملتقى الأول لدور الإعلام البديل في فترة الحكومة الانتقالية. الإعلام البديل وسائل التواصل الاجتماعي هي التي خلقت هذه الثورة بكل فخر وإعزاز، لأنه بصمودكم وبدوركم البطولي في القدرة على ابتكار أشكال التواصل مع الجمهور بشكل عام، كل ما ضاقت كنتم بتبتكروا أشكال جديدة. وقفة الإنترنت كان عندكم القدرة على ابتكار أشكال للتواصل مع الجمهور، ده اللي خلى الثورة متغدة وحية. فأنتوا ليكم حق برضو تفتخروا في أنه ساهمتوا بدور كبير جدا في هذه الثورة العظيمة. هذا الدور ما بيجي في المرحلة دي، نحن مع كل اللي أنجزناه في اعتقادي يا داب بنبدأ المشوار الحقيقي في بناء سودان جديد، سودان نفخر به كلنا، وده أنتوا حتشكلوه وأنتوا اللي حتلعبوا دور حراسة هذه الثورة. فما ترموا المعاول، نحن ستيل معاركنا كثيرة طويلة معقدة فيها قدر كبير من المشاكل اللي بتواجهنا، لكن مسلحين بهذا الوعي وهذا الشباب المتقد ما افتكر في خوف على الثورة أصلا. الثورة هي ما حدث، هي عملية مستمرة. بكل تأكيد أخونا محمد الفكي تحدث بإسهاب عن برنامج الفترة الانتقالية. أنا حأخذ مابي 2-3 منه، لأنه أصلا هو تكلم عن كل التفاصيل بتاعته. برنامج الحكومة الانتقالية اهتدى بشعار الثورة العميق، حرية سلام وعدالة. هو كان البوصلة التي
جعلتنا ننجز هذا البرنامج. افتكر انتو وصلكم مشكلة عندكم كله هذا البرنامج أجهزة وكلكم في الإعلام البديل. أرجو أن تقوموا بتحويله لبوسترات، لملصقات، لرسائل توري شعبنا عن تفاصيل هذا البرنامج وتمليكه اليوم، لأنه نحن مع شعبنا حننفذ هذا البرنامج مع بعض. وفي ذلك نحن زي ما وعدنا شعبنا بما جينا إنه ما حنغش الناس، حنشتغل مع بعض بطريقة شفافة واضحة جدا، نملك الحقائق للجماهير ومع بعض ننجز اللي بنقدر عليه مع بعض. ما يعني نعد بمعجزات، لكن نحن مع بعض بنقدر ننجز الكبير والكثير. فلذلك أرجو أن تحولوا هذا البرنامج لوسيغة يعني تقود شغلنا في فترة الانتقالية. الإعلام البديل ودوره في ترسيخ الديمقراطية. نحن ورثنا تركة مثقلة جدا من 30 عام من سيادة الرأي الواحد لحد كبير الحزب الواحد والاصطفاف حول رؤية واحدة. الديمقراطية بتفترض تعدد، تمايز، احترام الرأي والرأي الآخر، وهي الحاجة الوحيدة اللي ما حنتعلمها من خارج ممارستها. لازم نقوم ونقع في الحكاية دي، هي الشيء الوحيد اللي ما في يعني موديل جاهز بتشيله وتخطه طوالي وبتاني يوم بتصبح ديمقراطي. هي ممارسة محتاجة مننا لقبول الرأي والرأي الآخر، دائرة توليرانس يعني، وفي داء حق يكون عندنا الاستعداد لأنه يعني نقبل بعض. نحن في الحكومة على استعداد كامل في أنه نسمع منكم كل آراءكم، النقد، النقد الهادف، النقد البناء. قولوا لنا دي لقيتوها صح وكويس، لكن هنا أخطأتوا، بنفتكر أنه ممكن يتعالج بالشكل الفلاني. هذا الذي سوف يرسي تقاليد راسخة لممارسة الديمقراطية في بلدنا. نحن كسودانيين مؤهلين تماماً لبناء وطن ديمقراطي نفخر به كلنا، لأن عندنا من التقاليد الديمقراطية الراسخة اللي استمرت عبر سنين. فيها انقطاعات، كل ما تجد ديكتاتورية نستعيد الديمقراطية وكأننا كنا بنمارس فيها اليوم اللي قبله. حزابنا ممكن تقول على ريزيلينت، عندها قدرة على الاستمرار، لكن أنا في تقديري هذه الثورة جاءت بمكون جديد. هذا الزخم وهذا الثراء من شباب أدهش حتى المكون السياسي السوداني نفسه، خليك من دهشتنا للعالم. استمروا في هذا المنحة ونحن مع بعض نخط يدينا في بعض. افتكر بنقدر ننجز الكثير. أنا كنت أتمنى إنه هذا اللقاء يكون لقاء يعني انتراكتيف نتكلم فيه مع بعض، لكن لارتباطات كثيرة حالة أو تحول دون ذلك. أتمنى لكم اجتماع ناجح، وده أفتكر هو الملتقى الأول. بكل تأكيد ستكون عندنا لقاءات كثيرة مع مجموعات أصغر، مع مجموعات قد تكبر، لكن خلونا نستمر في هذا التواصل، ونحن بنعول على دوركم الكبير، انتوا اللي هتحرسوا هذه الثورة. شكرا جزيلا. طيبة لحياة طيبة.